محمد عبد القادر شافعي ومعايا بطاقه. يعني يقول لي ايه الموضوع بتاعه؟ موضوع العجل غالي، وانا عايز اجيب عجله بموتور. واحد مسك العجله ديت قال لي لا يا ابني غلط، تجيل عليه. وانا فعلا تجيل عليه، مفيش قلب. انا عايز عجله، لو عجله تكون رخيصه يعني شويه. لا انت بقى شارع عزيز. اسعار العجل ايه؟ والله يا باشا غالي، بيبيعوا قديم، يعني بيجيب القديم يبيعوه ويخلوا الجديد وكده اهوت. يعني انا عايز عجله، انا عايز عجله رخيصه، عجله رخيصه عشان دراعي على اللحمه، ولا بقدر اتحرك ولا بقدر اعمل. عندك لو شفت دراعي، شوف دراعي، مش قادر امشي بيها، تقيله وكل شيء غاله، البن كل شيء مش غاله، كل حاجه. فانا حضرتك عايز عجله تساعدني. لو حط عجله بموتور ترخص، اما يقول لك ب 10,000 و18,000، طب انا اجيب منين؟ طب العجل ده بكام يا باشا؟ يقول لك ما فيش عجل، كيف 1,000 جنيه؟ طب 1,000 جنيه يعني انت عارف منين 1,000 جنيه؟ يقول لك لا ما فيش كده، ما عندناش عجل. توقع على حضر اخونا ب 1,000 جنيه. لو ما واحد ابن عمي زي حالتك دوت ده الغدا اجيبها لك، وربنا يخلي لولاده ومسيحي وراجل كويس يعني اتبرع بيا. قال لا يا ابني اجيب لك العجله ديت انت راكب عليها. ولغايه الان اللهم صل عليه، يعني ربنا يخليه لاولاده يا رب يحافظ عليه. يعني انا على باب الله شحال، وبعت جاري وبعت ميت يعني وكده. يعني ساكن فين؟ انا ساكن بنام عبد الرازق في عين شمس، عم اسماعيل. الدنيا عامله معاك ايه؟ والله الدنيا تعبانه معاك الاول، وبعد ام عندها الكبد، وبقر عليها هنا وهنا وهنا وهنا، وبدفع 100 جنيه لما دخلت مسافه تحت البيت، وجار وميه ونور كده. يعني انا بدفع 100 جنيه للشقه. انا محتاج عجله بموتور، محتاج شقه اعيش بيها، على حساب محمد مرسي، على حساب حتى الدوله، بلاش كده، على حساب الدوله. وليا نفقه، ماليش نفقه، لا ليا نفقه، اكل من نفقه. والناس قالت لي جات لك نفقه وليك معاش وليك كده. ما تاخدش معاش؟ لا لا ماليش. انت ليه ما قدمتش في المعاش؟ ما عرفتش. ورحت قبل كده برضه قالوا لي لا. قالوا لي لا ما اعرفش بقى. حضرتك تسالني انا ايه؟ طب حضرتك الحكومه انت عامل ايه في رمضان؟ انا راجل كويس الحمد لله في رمضان، الحمد لله رمضان كويس، الحمد لله رمضان كريم الحمد لله، وصايم الحمد لله، وراجل بتصلي الحمد لله يعني. فانا ارجوك، انا عايز عجله ترحمني ارحمني، لو حتى ايه